كوسو قليا. ولذلك كبد أكتين قرآن كين ونوغها اللي يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم بالي تتك لقاها الله يسدح لان حلي واكوه واكوه لقاها الله يوحى ويه وإلمها يرير أولي أنقان قارن وحى اللي يرير إلمها أنقان قارن سدح اللي قرية وإن إذن أقاطان وإن إسكسوا قلي ويريرك سدح ذا سوا وقتقه وحلق صلاة الظهر قدم بيسوه وحقا قرية الله قيل وشان أيوه الله يرسح له وحلق صلاة الصبح كهو الرئيسة وحل اللي هرده إيو صلاة عشاء كدب حلية ذا إلمها يرير قرية وإن إسكسوا إذن إيو أقلان شو وإن أقاطان حديبه المو عيقان جاران يجو وحي لمديهن دتك وأوين بيب لمديهن وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله حدي وين أذن يوم مروا البوين إذا مسوق له ولذلك المي هذا ضمبرين يسوع إسكورد لبدي قيس كهاي وهذا إسكجي فصرير تودي جوجو عنو يرو أرد كوسو جليا مركز الله إنكار كرعة ذيكان أرديون أفرلا تكسع عن استأجين حقوقيم محوها وإلما مع الله باري أذوب مبرين أذابته في عن مركز سيدا استرت ولا ليا إلما هو إن أذابت الله برو وح كم إذا أو كلا وح أبا خلدات كإلما أنك قال له إن طمع الدنيا أو كليا إلما مر والبل وحرة أو الدنيا أو طمعه وح كم إذا إلما أو كلا وح أبا أنك قال إن يسونا خلدا إن الرأي جود الله سوق قادن وح بلق سوق قادن وح كم إذا خلدات ككلا وقتي سيدي وفى إذا يسال هايين إنا لو شيء ولا ليا القيامة مركا لا تقر رسولك وحنو شيء صلى الله عليه وآله وسلم سؤال إلا أفر أما شان أبا جري دون وضدك اللي ويدين دون هدي آذن كسو بحين انترفيو قال لقا قاضي أنا آذن ميل لأقود بين وحا كم إذا شباب نماذا هذه يردل يرد نماذا هذه انتات كتر ترتي عمري آقي محاط كرنا ميسي marka ilmaha waa in loo sheego sidii waqtiga looga faa'iideysan lahaa waa inaan barno weeyaan waxa kamid oo kale waxyaabaha khaladaadka ilmaha muamalada aan la sameeyno tadabdub wax la yiraado iyo isburrin inaan ku sameeyno aabo waxbu u sheegaya hooyadu wax kale u sheegaysa marka qaar ilmihi naftiisi baa laga yaabaa inaad muamala aan sameeynay aan farxad aan u muujino marna khald baan u muujaa tusaale hadan ka soo qaadno aabaha iyo hooyada haduu ilmuhu aflagaadeeyo ama oo caayo iyo keligooda waxa laga yaabaa inay iska qosqoslaan oo inay waxba dan ka gelin laakiin marti ku timid haduu aflagaadeeyo waxa laga yaabaa ilmaha inaad caanaanato ama aad disho yaa sax marka ma sidan in la caayo oo la aflagaadeeyo sax mise in laga daayo ilmuhu ma garan karo marka mucaamalada ilmaha lala sameynayo waa inay hal mid noqoto marka dadku kula joogayo marka aad kaliya tahay labadaba waa inay hal mucaamala ilmaha lagu la dhaqmo waa lagama maarmaan qaladaadka kale ilmaha laga gala waxa kamida مر على مركي أويان أو كليا إن وحلا الصيو وقلت المها نم بأوي من اللي ورنجر مالك إنه النبي سيد الدكتور محمد الصباغ نللا سو ورينا أيو نين كامرك أوي من وحوكوي رنية وتربية صح ذا إيشك وحوير المها وما قجرا وحوير صدح بلاد بجرا وقت جل تربية لها وضع في بوير وليا بنابور حلقة حتى أنا وحنوم بلينا يبرو مالك إنه النبي مبالغة إن قصة مني حد جدب إن أرنتها مر كان شيء لكن وحنو هذا إنه صح تاعي سدوك هو قال هو يدا نتجي بيري جوري جيبا أنت كنا أذا جيبا إكحي لا إلما إنه تربية على ربا مر كان جوري قال تجي وحن أركي بيري مر الله مر كو عنو جوئيه هو يدا الناس كيسين إيسا أو أنت مر كو داين هو إسكت دقيسا وحنو قال ذي بيري وحي عن شيء إنه رن أها سدا استرتت ما صح هذا وحي كان يسابر عدي intu weynaado xuquuqdiisi xaqiisi la qaato oo shir la soo fariisto oo laga shiraayo arintiyada ahayd dadka shiraayo intuu soo baxo halkan oo kale yimaado manasada meeshan ay fariistaan dadku intuu yimaado halkaas intuu ku galgashay inuu ku ooyaan ogaaday buu maxaa jira wuxuu mooday oo intuu wax walba inuu keenayso marka waa qalad taasina ilmaha laga gelaayo weeyaan walaalayaal markuu ooyo oo kaliya in wax la siiyo ma waxaa kamida waxyaabaha khaladaadka oo ilmaha aan ka galeyno muraaqaba zaa'ida ama inaad ilmaha aad u daba taagnaato wax alla wuxuu sameynayo aad daba istaagto
abayaalkii hooyooyinka qaarba qolka ilmaha u daba maraya waxay soo fiirinayaan komodiinkii waxyaabaha ku jira muxuu keensaday waxay samaynayaan sariirtiisa dharkiisa jeebkiisa waxa ku jira qaarba inay sigaar inuu ilmuhu cabayay in kale qaybba waalidka inta ilmaha soo qabtaan afkiisa ayay ka urinayaan waxaasoo kale tasaruf khaldan weeyaan ilmaha waxaa loo baahan yahay markaad tarbiyaynayso inuusan ku dareemin inaad daba socoto inuusan saa u ogaanin inaad ilmahaaga iyo adigu saaxiibo noqotaan baa lagama maarmaan waxaa ka mid a qaladaadka kale ilmaha inayna waalidiinta qaar u caddayn karin oon maaragtay saraxa u sheegi karin walaalayaal laba arrimood oo khaldan ayaa ka mid a insha allah qaybaha ugu dambeeya waxaa ka mid a waxa la yidhahdaa kakanaanta iyo adkaanta tirada badan ilmaha in lagu sameeyo ama tasaahulka tirada badan ilmaha ama jacaylka badan in lagu sameeyo arrinta ilmahaagood aad u jeclaato oo wax alla wuxuu qabsanayana aada u malayso inuusan qabsan karin oo adigu u qabato arrintaasi kama yara tan aad adayga labaduba waa tarbiya khaldan weeyaan waxaa loo baahan yahay ilmuhu hadduu wax qabto inaad samayso ood ilmahaaga hadduu uu wax qabto aad la timaado haddii uu wax qabto wax fiican haddii uu la yimaado inaad uga mahadceliso ayaa loo baahan yahay haddii kale uu wax khaldan la yimaadana inaad si degan iyo tartiib ugu sheegto ayaa loo baahan yahay marka arrintaasi waa arrin ku noqon karta ilmaha khalad waxaa ka mid a walaalayaal waxyaabaha khaldan maantana waddankan munaasab waa in la ogaado ilmahaagii khalad buu sameeyey markuu khalad sameeyey guriga waad ka cayrinaysaa haddii guriga aad ka cayriso intuu aadayaa ilmihii tarbiyadaas muqaarana waa aad ku samaysaa ama isbarbardhig tii waagii hore iyo tan maanta ah waa laba kala gedisan weeye waagii hore ilmaha guriga waa laga cayrin jiray haddii laga cayriyo wuxuu tegi jiray reer hebel reer hebelna way soo celin jireen xitaa ilmaha cunto lama siin jirinoo waa la soo celin jiray waa ina hebel oo gurigii ka yimid baa laleeyahay orod gurigiinna aad laakiin maanta haddii ilmaha guriga laga cayriyo ma la soo celinayaa wax kuu soo celiya heli maysid haddii aad guriga ka tagto magaalo kaleoo taada ka fiican buu helayaa baabuur buu helayaa asxaab kaluu helayaa lacag buu helayaa wax walba wuu helayaa sidaas darteed ma shaqaynayso maanta ilmaha in guryaha laga cayriyo haddii ilmahaagu qalad galo inaad waxaa laga yaabaa inaad qalad yar uu ilmuhu samaynayay tusaale wiilkaagii oo sigaarka cabbi baad aragtay gurigaad ka cayrisay berri isagoo khamro cabbi buu ku imaanayaa maxaa jira kuwo khamrada cabbi u tegay iyagaa soo dhoweeyey guriga waa looga yeerayaa marka arrintaasi walaalayaal guryaha in maanta ilmaha laga cayriya wax shaqaynaya ma tayib waxaa kaloon shaqaynaynin waxaa la yidhaha tadakhulu alaakhariina fi tarbiya awowgu inuu tarbiyada qaybo ka mida maanta soo dhex galo qaybana sax weeye inuu soo dhex galo maxaan ka wadnaa awowgu wuxuu ogaan jiray ilmaha oo hadduu wax sameeyo la dilo ilmaha oo guryaha laga cayriyo intaasuu yaqiinay laakiin ma ogeyn ilmaha oo sidana maanta ma garanaynin marka dadka garanaya tarbiyada iyo waddamadan wax ka fahmaaya waa in loo daayo waxaa laga yaabaa waalidka aabbuhu inuu maanta uga tarbiye fiican yahay awowa oousan fahmayna waxa meesha ka jira laakiin awowa waxyaaba laga qaadanayaa jiro in laga qaatana ay fiican tahay waxaa ka mid a shujaacada iyo geesinimada waxaa ka mid a karamka iyo deeqsinimada innagu maanta deeqsinimo ma naqaano soo ma guryaheenna waxba lagama martigeliyo laakiin waagii hore reerka ardaagiisa iyo hortiisa waxaa fadhin jiray dad marti ahba mar walba iska fadhin jiray waxaa laga rabaa awowgu waxyaabaha u yaqaano waxaa ka mid a runta ayaa ka mid a marka umuurtaana awowga ayaa looga dambaynayaa tayib waxaa ka mid a waxyaabaha khaldan ilmaha oo loo diro meel aan ahayn magaaladaada inaad tidhaa wax ka soo baro waa teenager waa ilmo yar oo muraahiqa waxaa tira kolleejka magaalo hebel ka gal halkaa jaamacadda ka baro iskoolka meel hebluu ilmihii ka dhigtaa ama waddan kaluuba ka dhigtaaba ood ogtihiin waddamo kalaa ilmaha loo diraa ilmahaasi waxaa weeye mafaasid tiro badan iyo mujtamacan iyo bulshadaan aragteen ee wada qaawan ee dhibaatada samaynaysa oo akhlaaq xumada ku dhaqmaysa ayuu dhinac ka raacayaa marka iyaduna waa arrin khaldan weeyaan
قلدات كالو إلمها لقلة وحا كمدة هو يدا إن لحقره أبوه هدو هو يدا حقره أما هدو أفلقا ديه أما هدو عنانته أما سيدي واجور اللي سمين جريبه هدو دلو هذا الاسم الدلي كرانو ملايني هديبا أودلو أمورت النوع عاسى إلمه وحكا قادنا يا نحل لبع الرموت بكا قادنا يا وانا أوفير ستو لبع الرموت لبع الرموت مركل اسكوب.